قالت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية أن تحرك أسرة ريجيني قضائيا ضد بيع الحكومة الإيطالية أسلحة لمصر أصبح الآن رسميا أمام قضاة التحقيق في القضية. وتدور الشكوى حول قرار الحكومة الإيطالية بيع فرقاتتين إلى مصر تم تسليم الأولى منها في ديسمبر، وذلك في إطار صفقة أسلحة أكبر يتم التفاوض عليها. ومن جانبها لم تعلق الخارجية المصرية على تلك الخطوات. مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. تحرك قانوني جديد في ملف ريجيني، هذه المرة من أسرة الطالب القتيل ضد الحكومة الإيطالية، حيث رفعت الأسرة دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب بيعها قطعتين بحريتين عسكريتين إلى مصر في ديسمبر الماضي، في انتهاك للقانون الإيطالي الذي يحظر بيع الأسلحة إلى الدول ذات سوابق في انتهاكات حقوق الإنسان. الخطوة التي أعلنتها الأسرة منذ أيام أصبحت الآن أمام القضاء بالفعل، حسبما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، حيث تم تقديم الشكوى في سياق الإجراءات الجنائية التي فتحها المدعي العام بروما بشأن مقتل ريجيني. وتستند الدعوى إلى قرارات ثلاثة صادرة من البرلمان الأوروبي في العامين الماضيين، وبحسب الصحيفة من المقرر أن يتم تناول ملف ريجيني على طاولة المباحثات بين وزير الخارجية الإيطالي ونظرائه الأوروبيين نهاية الشهر الجاري. وكانت النيابة المصرية أعلنت عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني لأن القاتل ما زال مجهولا، واستبعدت اتهام 5 من عناصر الأمن المصري والذين وجهت لهم النيابة الإيطالية اتهامها، لتعلن روما بعدها رفض البيان المصري ومواصلة التحرك في المسار القضائي لمعاقبة الجناح. وفي ديسمبر الماضي طلب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، إلا أن جدلا يدور في الأوساط السياسية الإيطالية حول استثمارات شركة إيني بقطاع الغاز الطبيعي المصري، وكذلك حول صفقة سلاح ضخمة للقوات المسلحة المصرية. هذا بالإضافة إلى تساؤلات أوروبية حول حدود الضغط بملف مصر الحقوقي في مقابل استمرار الشراكة مع القاهرة في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. وينضم إلينا من القاهرة عبر خدمة سكايب محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية. أهلا بك معايا أستاذ محمد، وخلينا نبدأ من الأحداث اللي احنا كنا بنتكلم عنها واللي التقرير اتكلم عنها دلوقتي. يعني حتى الآن الحكومة المصرية ما أصدرتش أي تعليق رسمي على التصاعد اللي بيحصل في إيطاليا بشأن هذه القضية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى القضائي زي ما احنا بنشوف دلوقتي ورفع القضية ضد بيع الأسلحة إلى مصر. هل نتوقع ان في ممكن يكون بتم اتصالات بس غير معلنه، ولا القضيه لم تعد تشغل مصر بالشكل الكافي؟ اهلا بحضرتك الساده المشاهدين. مصر لن ترد او الخارجيه لن ترد الا على التصريحات الرسميه، سوف مذكره ضد السفير المصري في روما، تصريحات من وزير الخارجيه يعني، لكن الحراك داخل المجتمع الايطالي ده وارد وموجود، وده مجتمع حر عنده قيمه عنده مثله عنده مجتمعه المدني. القضيه اصبحت مائده دسم على الانتخابات البرلمانيه او المحليه، وهتستمر طالما لم توجد تسويه حقيقيه لمثل هذا الامر. ستستمر مصر ردت عبر فتح ملف تهريب الاثار الذي تم فيه القنصل السابق في ايطاليا، فهو واضح ان احنا داخلين في مقارعه قانونيه دبلوماسيه بين مصر وايطاليا طالما هذه القضيه لم تصل الى تسويه حقيقيه. اما بالنسبه للعقاب، احنا عوقبنا بالفعل من قبل من خلال استدعاء السفير ومنع الأسلحة لمدة أو بعض المعدات الصغيرة المؤثرة اللي كانت لدى الجيش المصري من إيطاليا. أما صفقة السلاح الكبيرة أو السابقة واللاحقة والقادمة، في قضايا ليها علاقة بالأمن القومي الإيطالي، قضايا استراتيجية بتتعامل ضغط على صانع القرار، ودي ورقة بتستخدمها الدولة زي مصر لتغليب المصالح على المشكلات. وجدنا ذلك في الحصانه اللي منحتها بريطانيا للمسؤولين المصريين حال سفرهم، الحصانه اللي منحتها فرنسا للمسؤولين المصريين حال سفرهم، وايضا الولايات المتحده وقضيه رئيس الوزراء الاسبق حازم البجلاوي. ففي بتبقى في معايير دي بقى بدات تدخل كباكج مدافع ودرع واقي للحكومه المصريه في التعامل مع الدول الاوروبيه او مع الولايات المتحده ولتحصن هؤلاء المسؤولين من الملاحقات القضائيه.
طيب، ينضم إلينا الآن من روما عبر خدمة سكايب أبو المعاطي السندوبي الكاتب السياسي. أهلا بك معايا سيد أبو المعاطي، وخلينا نبدأ بالمعلومات. إيه المعلومات اللي عند حضرتك دلوقتي عن القضية اللي رفعتها بالفعل أسرة ريجيني ضد الحكومة الإيطالية، وهل بتستند فيها إلى القانون الدولي أم بتستند فيها إلى القانون الإيطالي؟ لا، هي بتستند طبعا القانون الإيطالي، لأن في بعض مواد القانون الإيطالي بيحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، وبالتالي هي استندت على هذه النصوص القانونية في القانون الإيطالي الداخلي، وباعتبار أن الحكومة الإيطالية الحالية أخلت بالاتفاقيات الدولية اللي هي موقعة عليها بأنها ما تصدرش أسلحة لأنظمة بتنتهك حقوق الإنسان. لكن طبعا الهدف واضح ومحدد، أنه يعني في نقلة تاريخية حصلت بهذا الموقف من أسرة ريجيني، وهي أنها أغلقت تماما، يعني بعد أن استنزفت كل وسائل الاستجداء من الحكومة باتخاذ مواقف فعلية للضغط وللوصول إلى قتلة ابنها جوليو في مصر، بل بالعكس الحكومة تمادت أكثر في التنازل وفي التواطؤ مع القتلة في مصر ممثلين في هذا النظام، وبعت لهم كمان سلاح. فهذا الموقف أدى إلى حالة من الغضب الشديد حتى داخل الرأي العام الإيطالي، وليس فقط أسرة ريجيني. وهنا لأول مرة أسرة ريجيني وراها قطاع كبير من الرأي العام الإيطالي بيؤيد هذه النقلة، الانتقال من مرحلة استجداء الحكومة باتخاذ موقف إلى مقاضاة الحكومة اتخاذ نفسها، موقف ضد بنفسه الحكومة. بالضبط. وهنا ده نقلة تاريخية كمان أستاذة سلمى من زاوية تانية، إن القضاء الإيطالي أخذ مواقف شديدة ومواقف جادة في الوصول إلى قتلة جوليو، وصل لتقييم 4 من أجهزة الأمن المصرية، ومتهمهم اتهامات رسمية بأنهم كانوا من اختطفوا وعذبوا وقتلوا جوليو. في نفس اللحظة السلطة القضائية في موقفها ده موقف قوي، وهي أحد السلطات الثلاثة للدولة. وأيضا السلطة التشريعية قامت بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل البرلمان الإيطالي. فأصبح هناك سلطتين من السلطات الثلاثة في الدولة متبنيين قضية ريجيني ومصرين للوصول إلى القتلة ومحاكمتهم. ناقص السلطة التنفيذية اللي في إيدها كل أوراق اللعبة كلها. فالنقلة دي بتاعت رفع قضية ضد الحكومة بيحط الحكومة في مأزق شديد جدا، حتى لو كانت هذه القضية لن تؤدي إلى قرارات نكتية لأسرة ريجيني والرأي العام الإيطالي، لكن على الأقل هتكشف مدى تواطؤ الحكومة في مع النظام الحالي في مصر في إخفاء طب خليك الحقيقة معايا يا أستاذ أبو وعدم المعاطي، البحث عن وبالعودة مرة أخرى إلى القاهرة. أستاذ محمد، يعني إحنا وصلنا في قضية ريجيني دي لطريق يعني مسدود. روايتنا مختلفة بشكل كامل على رواية الجانب الإيطالي وهيئة والجانب والنيابة الإيطالية. إحنا بنقول الضباط دول راقبوا ريجيني لكن ما لهمش علاقة بالقضية، هو ريجيني الضباط دول راقبوه لكن في عصابة سرقته وما نعرفش مين قتله، القاتل مجهول وقفلنا القضية خلاص. في حين ان الجانب الايطالي بيتهم بشكل مباشر الضباط الامن دول، ليه مصر ما قدمتش ضباط الامن دول للتحقيق ولو من باب ان قد يكون هناك احتمال فعلا ان هم متهمين، هم ممكن يكونوا ارتكبوا هذا الفعل؟ هي مصر مصممة على روايتها، وبترى أن العلاقات المصرية الإيطالية قادرة على احتواء مثل هذه الأزمة، ولا ترى أنها في يعني غضاضة في ذلك، وأن ملف الاتهامات ما زال غامضا من وجهة نظر الحكومة المصرية، وتروج لذلك منذ اليوم الأول رغم أنها حاولت أو أظهرت أنها تقدم يد المساعدة للنيابة الإيطالية، ولكن وقعت النيابة الإيطالية عند قناعاتها ورؤيتها منذ اليوم الأول أن من قام بقتل ريجيني هما مجموعة من الضباط المصريين، والقاهرة وجدت إصرارا من الجانب الإيطالي في مثل هذا الأمر، والقاهرة يعني مسكت بورقة الإنكار حتى النهاية، ويبدو أن هذه الورقة لن تتخلى عنها وتدعو إيطاليا إلى تجاوز قضية ريجيني والاستمرار في طبيعة في قوة العلاقات المصرية الإيطالية المستمرة منذ فترة بعيدة، ولا يجب أن تكون هذه القضية معكرة للصف، وترى أنها عوقبت بالفعل في أكثر ملف وتم التشنيع عليها في البرلمان الأوروبي،
وتم فرض عقوبات عليها من جانب البرلمان الايطالي، ولا تجد ان يجب فتح القضيه دي مجددا، بل اظهرت او اخرجت من الدفاتر المصريه قضيه القنصل الايطالي الذي استولى على الاثار ويحاكم بها شقيق او ابن عم وزير الماليه الاسبق يوسف بطرس غالي الذي يحمل نفس الاسم في قضيه شهيره وهو مسجون فيها الان. فانا بقول لحضرتك ان مصر مستمره في خطواتها في رؤيتها، لم يجد مزع الامر رغم تغير النائب العام من حماده صادق الى حماده الصاوي وما الى ذلك، ما زال الامر كما هو، والقاهره مستمره في مساراتها، وترى ان هذه القضيه ذات طابع دبلوماسي اكثر منها ذات طابع جنائي. نعم، طب استاذ ابو المعاطي، وصلت لفين الاجراءات القانونيه؟ هل النائب العام بالفعل ابتدى في محاكمه الضباط دول المتهمين غيابيا زي ما كانوا اعلنوا في الجانب الايطالي؟ ايوه طبعا، لانه دي الاجراءات الطبيعيه في القضاء الايطالي، لانه هو استنفذ كل الوسائل الممكنه للتوصل الى اتفاق مع النائب العام المصري في اجراء تحقيقات مشتركه، او على الاقل اجراء تحقيقات من الطرف المصري معاهم، وفي عمليه اصرار متعمده من النائب العام في مصر على انه لا يخجل حتى من البيان الاخير اللي هو طلعه يوم 30 ديسمبر اللي فات في لحظة محددة، كان كل الناس في أوروبا زي ما كلنا عارفين بيبقوا في أجازة، وطلع بيان طويل ما فيهوش أي كلام قضائي، وكلام كله بيتهم إن هناك جهة ما لا نعرفها ولا نملك معرفتها ولم نعرفها حتى الآن وشكلها لن نعرفها أبدا، هي اللي خطفت جوليو وقتلته. لكن الجديد طبعا في البيان بتاع النائب العام، وده اللي مخلي الطلاينة مستفزة جدا، انه الكلام بتاعه جديد عن كلام النائب العام السابق اللي هو علاء، لان المره دي بيقول لا، ده جوليو تعرض لاعتدائين مختلفين، اعتداء اول مجموعه سرقته اللي هو قتلهم الغلابه الخمسه اللي اتهمهم ان هم اللي سرقوا جوليو، وتلاقوا المضبوطات بتاعه جوليو مقتنيات جوليو عندهم في البيت، وبيقول بقى في مجموعه تانية ما نعرفهاش قتلت جوليو. عبث غريب جدا وكلام طب لا معنى برضو له يا ولا استاذ ابو منطق المعاطي، ولا زي دليل. ما قال محمد ضيفي من القاهره، ان يعني القاهره بتقول احنا نتخطى الجريمه دي ومصالحنا الاقتصاديه الموجوده ما بيننا وما بين الدولتين اكبر من كده بكتير، وبالفعل ايطاليا عندها استثمارات بالمليارات في قطاع الغاز، ده غير صفقات الاسلحه اللي احنا بنتكلم عنها، ده غير العلاقات الدبلوماسيه المستمره طوال الوقت. زي ما الجانب المصري بيقول نتجاوز هذه القضيه والمصالح بقى أهم، هل ده وارد إن ده يحصل فعلا من الجانب الإيطالي؟ لا مش وارد في حالة جوليو، لأن دخلنا في مرحلة تحدي، وهذا التحدي لابد أن يحسم. ليه؟ لأن هذا الشاب البريء الذي قتل وتم اختطافه وتم تعذيبه لم يرتكب عملا إجراميا واحدا في مصر أو ضد مصر، ولذلك احنا كمصريين معاه لأنه في النهاية بريء. طيب هذا القتل وهذا التعذيب البشع وهذا الاختطاف له، من الذي فعل ذلك؟ إذا كانت الحكومة المصرية زي ما بيقول النائب العام القاتل مجهول بينما السارق معلوم، وهذا كلام غير عقلاني. طيب إذا بالتالي أنت تقول للإيطاليين بشكل عام أنك أنت غير كفء وغير قادر على الحفاظ على المواطنين على أرضك. طيب زي ما سيادتك كنت بتقترحي، طب ما تعمل تحقيقات مع الضباط دول طالما انت مش عارف القاتل. لكن هو السؤال المنطقي ورا كل ده يا استاذه سلمى هو حاجه واحده، ملف جوليو لو اتفتح هيتفتح كل ملفات الاف الشباب المصريين اللي تعرضوا للثلاث حاجات البشعه اللي تعرض لها جوليو، الاخفاء القسري، التعذيب، والقتل خارج القانون، وده السبب الرئيسي اللي مخلي طيب النظام ابقى في معي مصر استاذ ابو لا يفتح المعاطي، هذا الملف. وبالعوده الى محمد وضيفي من روما. يا محمد، زي ما انت سامع بيقول ان الموضوع لن يغلق وما فيش احتمال وارد ان ايطاليا تغلق الموضوع، زي ما انت ما شايف الراي العام بيتحرك بقاله سنين، الاعلام المصري الاعلام الايطالي بيتحرك بقاله سنين، القضاء التحقيقات مستمره بقالها سنين، فمن الواضح ان ما فيش خطوط رجعه. وزير الخارجيه الايطالي نفسه اعلن ان هو هياخد القضيه الى الاجتماع وزراء الخارجيه الاوروبيين على اخر
خلال الشهر ده، وممكن ده يؤدي بالفعل إلى مزيد من الضغوط على مصر. هل في رأيك القضية دي بالفعل أوشكت على الانتهاء زي ما أنت ما قلت؟ هل من الوارد أن هي تغلق قريبا؟ لا، هو طبعا في تمني، حاله من التمني لدى القاهره ان يتم غلق هذا الامر، ولكن مع قدوم بايدن وتغير سياسات الاتحاد الاوروبي مع قدوم بايدن ورفع لواء حقوق الانسان مره اخرى ورفع حقوق الانسان كسيف على بعض الدول مصر والسعوديه واسرائيل وتركيا خلال الفتره القادمه، بنسبه 100% هذه القضيه لن تغلق، وستكون صداع مزمن، هي صداع مزمن من 2016، وسيستمر هذا الامر في خلال العامين القادمين حتى نصل الى تسويه. القاهره ما زالت تركز على طرق غلق وطي هذه الصفحة، وحتى الآن عجزت عن مثل هذا الأمر، ولكن ما زالت هي في مسعاها لطي وغلق مثل هذه الصفحة، لا فتحها على مستوى أوسع من إيطاليا وهو الاتحاد الأوروبي، مستوى أوسع وهو الولايات المتحدة، ولكن بالتأكيد القاهرة بتنظر بعين الريبة لمثل هذه المجريات الأخيرة تحدث في المجتمع الإيطالي، أو إن هو حديث حضرتك إن وزير الخارجية الإيطالية ياخدها للاتحاد الاوروبي، لكن القاهره بتامل ان تطوى مثل هذه الصفحه، مثل اغتيال سعاد حسني، اغتيال اشرف مروان، اغتيال ليسي ناصف في بريطانيا، كل ده سكوتلاند يارد فشل في الكشف عن من قتله. فمن هذا الباب، من هذه الرؤيه، من هذا المنظور، بترى القاهره ان يجب ايضا، نحن عجزنا عن من قتل ريجيني، فممكن طي هذه الصفحه والذهاب الى ابعاد اخرى ومناطق اخرى في العلاقات ما بين البلدين. بنشكرك، كنت معنا من القاهرة عبر خدمة سكايب محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية، وشكرا لي، كنت معنا من روما عبر خدمة سكايب أيضا أبو المعاطي السندوبي الكاتب السياسي، شرفتوني، شكرا لكم.